هذا المسجد الذي نحتاجه في صلاة الأعياد وفي صلاة الجمعة وأيضا في صلاة يعني الجنازات. نشكر الشعب الأندونيسي في دعمه لنا، عليكم أن تساعدونا وتساهموا في إتمام بناء هذا المسجد، وبارك الله فيكم. إلا أن أتقدم بالشكر للشعب الأندونيسي الكريم الذي جاد من ماله ليبني لنا مسجدا تقام فيه الصلاة ويسد حاجة هذه المنطقة بعدما ضاق علينا المسجد الصغير هنا. ولذلك ندعوهم في هذا اليوم الطيب من أيام